مرحبا برج الثور، هذه قراءتكم العاطفية. القراءة تصلح حق الطالع والشمسي والقمري. هاليوم بسوي القراءة بأسلوب المرأة، يعني أنت على هاي الجانب والحبيبة والشريك على الجانب الآخر، ونشوف اختلاف الطاقة بينكم وتوافقها خلال الشهر. ممكن أيضا أنت ناسبك الجانب الآخر، فخذ القراءة بما يناسب طبيعة علاقتك مع الشريك. راح نشوف أول شيء جانبك أنت يا برج الثور، ورابع كرت. الكرت الأولي راح يكون الطاقة العامة أو الطاغية على علاقتك مع الشريك خلال الأسبوعين القادمين من هالشهر. شوف الشريك، الطاقة العامة والطاقات المتفرعة عندنا. برج الثور، أول كرت عندك الإمبراطورة، مقبل على فترة نعم مادية أكثر من العادة وفترة راحة، فترة رخاء، وكأنما قاعد تتباهى بالرخاء أمام الشريك وأمام اللي حولك. أوكي برج الثور، أشوفك هني عندك طاقة الإمبراطورة، وهي طاقة برج الميزان. الشريك أو الحبيب عنده طاقة أيضا برج هوائي وهو الجوزاء. هني شوف ما بين الكرتين، أشوف أن طاقتك جدا راح تكون منسجمة مع الشريك الفترة القادمة أو خلال الأسبوعين القادمين. أنت راح تمتلك، إذا كنت بانتظار أموال أو بانتظار مثلا ورث أو دفعة مالية، راح أنت تملكها أكثر من الشريك في الفترة القادمة، أو على الأقل راح تملك أو يعطيك الشريك لأنه يحبك، لأن عندنا كرت العاشقين هني، راح يعطيك التحكم المالي المطلق والثقة التامة فيك. راح يقول لك أنا أثق فيك، تحكم أنت بأمور المنزل، أو يعطيك الأموال مثل الأمانة عندك. أنت هني تشعر بالازدهار، بالبهاء، كأنما قاعد تباهي أهل الشريك، المجتمع، محيطك الخاص، أن شوفوا فلان أو شوفوا حتى فلانة شلون واثقة فيني. درجة الثقة العمياء هني، بما أن العاشقين ممسكين بعض وهم مغمضين عينهم، بما معناه الثقة راح تكون عمياء من الناحية المالية، وأيضا من ناحية أن الشريك هو اللي راح يضخ أمواله فيك، خصوصا إذا كنتم مقبلين على فترة خطوبة أو زواج. راح يعطيك أنت في يدك المبلغ الكبير، المبلغ الكامل، ويقول لك أنت تصرف. إذا داخلين مشروع شراكة مع بعض أو بناء، راح يعطيك كأنه ما يرجع بعدين إلى البيت، ويخلي الأموال عندك، يستودعها عندك. أنت راح تحكم أو تحسن التصرف فيها، راح تكون خير مؤتمن، ولكن في نفس الوقت عندك طاقة التباهي. خلينا نشوف باقي الكرتات. يعني أول كرت ملك النار أو ملك الأغصان يقابل الخماسيين. شريكك في الفترة القادمة يقول لك يا برج الثور، أنت في الماضي احتمال أني ما وثقت فيك، أو ما أنا كنت عند حسن ظنك. أنا يا برج الثور كنت أتصرف بطريقة عشوائية، بطريقة ساذجة غير ناضجة، طاقة المراهقين عندنا هنا. زين، ما كنت أتصرف أو أحسن التصرف، ولكني أثق الحين إن أنت يا برج الثور اللي لازم تضع الخطط لنا. إذا كنتم مقبلين مثلا على انتقال أو زواج، راح ينظر لك الشريك أنت عشان تتحدد أي كثر أموال راح تصرف في هاي الجانب، أي كثر أموال راح تصرف في هذاك الجانب، وحتى مثلا لو مقبلين على زواج، من اللي راح تدعوه. عصا التحكم في يدك أنت، كأنما يقول لك أنت تفصل وأنا ألبس، أنت تخيط وأنا ألبس. واثق في حكمك، عندك طاقة ملك، طاقة النضوج، طاقة أثبت نفسك، مو فقط للشريك يا برج الثور، أنت أثبت نفسك على المدى الطويل، لأن هذه هي طبيعتك الترابية. ولكن كأنما هني إثبات النفس راح ينتقل إلى من طبيعة ترابية إلى طبيعة نارية. النار هي طاقة الأفعال، طاقة الأوامر المباشرة، طاقة إني أنا أنظر إلى مصلحتي أو مصلحة علاقتنا قبل أي شيء ثاني. والشريك أيضا راح يكون متجاوب معاك بشكل جدا جميل في الفترة القادمة، لأن أنت هني أشوفك اللي
تتحكم على أي رجل أو على أي خماسي يضع رجله. التحكم راح يكون عندك أنت، مثل العصا اللي تأمر فيها وتنهي على الشريك في الفترة القادمة. إنزين، وإن كانت عنده، إذا كان ينطبق عليك هذا الشيء وشريكك في السابق كان عنده خيارات أخرى، فتأكد إنه في الفترة القادمة راح أنت تكون الخيار الأول بالنسبة له، راح يتخلص من هاي الطاقة. قاعد أشوفها تروح هذه الطاقة، لأنه يشوفك أنت بعين الشريك المثالي، الشخص الموثوق، مستودع أسراره. الكرت اللي بعده، عندك 4 السيوف. أوكي، 4 السيوف. لحد الآن عندك مخاوف، عندك نوع من المخاوف، لأن السلطة أو القوة قاعدة تتحول تجاهك مرة واحدة. تعرف لما يقول لك إحنا ما نخاف من الفشل كثر ما نخاف من النجاح، نخاف إن نستيقظ يوم من الأيام كل ما نحلم فيه تحقق عندنا. ما راح نقدر نستوعب هاي الطاقة. عندك طاقة كبيرة قادمة في طريقك من القراءات السابقة، ترى ابتديت أشوفها تجاه برج الثور قادمة في الطريق. طاقة الإمبراطورة، الرخاء المطلق، الأموال مع الزرع مع الازدهار مع الأبناء، كل شيء، خصوصا إذا كنت تحاول أيضا أنت والشريك في الإنجاب، راح يكون في راحة بعد التعب. تقابل طاقة 4 السيوف العربة، كأنما أنت في البداية، هني في البداية راح تكون سعيد إنك تعطي الأوامر في طاقة ملك النار، تقول للشريك سوي كذي لا تسوي كذي، بنعزم فلان ما بنعزم علان، راح نروح هذه الدولة أو نسكن في هذا البيت. أنت تختار، أنت عندك طاقة الاختيار وطاقة التحريك للشريك. ولكن بعد فترة لما تهدأ الطاقة عندك، تبتدي تستوعبها، يعني يصير لها مثلا كم يوم أو أسبوع، راح تبتدي شوي تدخل في طاقة تخوف، طاقة أريد أن أرجع إلى طبيعتي المرتاحة قبل هذا الوضع، طبيعتي المريحة، طبيعتي اللي ما عندي فيها الكثير من المسؤوليات. لكن الشريك هو اللي راح يكون سندك في الفترة القادمة، راح يكون في توافق جدا جميل بينكم. لما أنت تتعب هو راح ياخذ عنك دفة القيادة. عندنا كارت العربة، كارت برج السرطان، يعني أيضا عندنا الأبراج النارية، ولكن راح أقرأ الأبراج الرئيسية. البرج الرئيسي للعربة هو برج السرطان. كأنما الشريك لما أنت تتعب، شفت في نوع من سباق الجري، يكون في تتابع من شخص إلى شخص، كل فريق يقف عند منطقة معينة، كل شخص في الفريق، وكل شخص يحمل الراية أو العلم إلى فقط مسافة معينة، بعدين يتعب هذا الشخص، يكمل الشخص من الفريق عنه المشوار. راح تكون كذي طاقتك مع الشريك في الفترة القادمة، خصوصا إذا كان فيها انتقال، سواء انتقال إلى مدينة، انتقال في عمل، انتقال من العزوبية إلى الزواج، انتقال إلى مرحلة دراسية جديدة. راح يكون الشريك جدا متوافق معاك، وتعجبني طاقته، لأنه مو اثنينكم تحاولون تتحكمون في نفس الوقت، لا، في البداية راح يعطيك انت دفة القيادة. لما انت تحس الموضوع صار وايد عليك أو تعبت، هو اللي راح يمسك بلجام الأمور والتحكم وياخذ المسؤولية عقبك. جميل هذا، أحب طاقة سباق التتبع اللي بينكم. نشوف آخر كارت. 5 الخماسيات. 5 الخماسيات. حبك لمساعدة الآخرين يا برج الثور في الفترة القادمة احتمال سيمثل لك نقطة ضعف شوية، لأن أنت قاعد تصعد مع الشريك أو تدخلون على مرحلة جديدة، وما تقدر في هذا الوقت في نفس المرحلة تتحكم بزمام الأمور في حياتك، أيضا تساعد المحتاجين أو تساعد أحد من الأهل والأصدقاء اللي يطلبون مثلا وقتك، أموالك، يطلبون اهتمامك لمشروع معين مثلا. ملك الأكواب، شريكك سيكون متفهم، ولكن شوف، لما يكون عند ملك الأكواب معناته صح أنت لك الحكم في الأمور المالية في الفترة المقبلة، وشريكك سيساندك ويثق في حكمك ويسمح لك حتى باتخاذ القرار. ولكن لما يأتي الموضوع إلى
نصيحته مو معناته ان انت عندك التحكم ان ما تسمع ترى نصيحة الشريك. عندنا طاقة الأبراج المائية هني. انزين قلت لك هني سرطان ممكن يقدر يكون حوت أو عقرب. إذا شريكك نصحك إن مثلا هذا المبنى ما يصلح، هذا الجامعة ما تصلح، أو خلى مثلا نسوي العرس أصغر من كذي أكبر من كذي التفاصيل، أو مثلا لا تعطي أموالنا اللي إحنا نحتاجها في الفترة المقبلة إلى الأصدقاء أو الأهل اللي يطلبون منك، حافظ على الأموال، احرص أنك تسمع نصيحته، لأن ملك الأكواب دائما نواياه طيبة، تقدر تثق فيه، تعتمد عليه. تعتمد عليه، ما راح ينصحك من أجل أنه هو يتحكم بدالك، هذا ما ينظر، شريكك في الفترة القادمة ما ينظر إلى الرغبة في السلطة. سعيد جدا وفخور فيك، حتى ملك الأكواب دائما هو طاقة الأب الفخور، فخور فيك أن أنت في النهاية وصلت إلى طاقة أنا أمسك بنفس التحكم، ولكن في نفس الوقت لا تسمح لطبيعتك الطيبة اللي دائما تحب تساعد فيها الآخرين، سواء بالأموال أو بالوقت، مثلا ربعك أو أصدقائك يطلبون منك وقفة، الآخرين يطلبون منك أنك تعمل أكثر وقت أو تعمل أوفر تايم، مهما كان الموضوع في الفترة القادمة دائما احرص وإن كانت دفة التحكم عندك أن تشاور شريكك، تعتبره مثل المستشار الحكيم اللي تقدر تعتمد وتثق بنواياه. خذ رأيه قبل ما تقبل على أي خطوة. بتقولي ليش؟ بقول لك لأن لا تنسى أن هو راح يكون الشخص اللي واقف معاك يتحمل نتائج قراراتك، راح يأخذ الدفة بعد ما أنت تتعب ويكمل المشوار. بما أن هذا عمل جماعي لازم يكون فيه تنسيق، راح أشوف كيف راح تتطور الأمور بينكم خلال هذا الشهر أو إلى أين ستصل. أوكي، هذا كارت برج الثور. شوف الكارت الثاني للشريك، وقلت لك ممكن الجانب الثاني هو اللي تحس انه يناسبك اكثر، فاخذ الجانب اللي تحس يناسبك مع الشريك. أوكي. هذا الجانب الشريك، اتوقع ايضا ان شفت كرت طاقة مائية، 10 الاكواب، السعادة الكاملة، الاسرة المستقرة، تقليدية ولكنها مستقرة وفيها الكثير من الحب في نفس الوقت. وانت عندك بالضبط، سوري، مو 10 الأكواب، الكوبين، طاقة السولميت، طاقة الحب، طاقة اللي ممكن أسوي أي شيء عشان أنت ترضى عني. وأنت عندك 10 الخماسيات، قلت لك الكثير من الأموال، أو على الأقل لو مو الأموال نفسها وإنما القرارات بخصوص الأموال، ممكن يكون الشغلتين، حتى القرار أو حكمك الأخير الأموال على وين تصرف ولمن تعطى وعن من. يمكن انت هني بعد عندك طاقة تريد ان تمنع اشخاص معينين من الحضور الى زواجك، من ان يعرفون عن امرك مع الشريك، ما تبيهم يعيشون هذه المرحلة من الازدهار معاكم، لان كأنما تراهم هني كما الاعداء. يمكن انت بعد اللي تشوفهم كذي، ما تثق فيهم، ما تبي تدخلهم في حياتك. شريكك يقول لك خلال هذا الشهر راح نجتاز هذه المرحلة مع بعض، انت اؤمر وخلني انا احبك، انا راح اعطيك طاقة الثقة، طاقة اللي مستعد اكون معاك سواء، وهذه طاقة جميلة. شريكك مو راح يكون معاك او يقف معاك فقط لما تختار الخيارات الصحيحة، لا، حتى لما تخطأ يا برج الثور، حتى لما تختار تحط اموالكم او تقوم حتى ببعض الاستثمارات في الوقت او في الجهد، او حتى تحط ثقتك في ناس خطأ، بعد سيوقف معك، بعد ما راح يتخلى عنك. طاقة السولميت أو توأم الروح. أوكي؟ و10 الخماسيات، طاقة الأسرة مجتمعين، مثل ما تشوف هني، الأسرة، العائلة، الأهل، السعادة الكاملة. 10 الخماسيات هي مرحلة نصل فيها مع بعض، مو جهد فردي. وأيضا لما نصل إلى هذا الكمال، لأن أعلى رقم في التارو هو 10، نقدر نتباهى. قلت لك من البداية عندك طاقة التباهي، الإمبراطورة، طاقة أنا أملك كل شيء، الزوج، الأموال، السعادة. وإن كنت الحين تحس إن ما ملكت كل شيء،
تأكد أن معنى هذه القراءة أن هذا الشخص أوكي راح تقدر معاه تحصل الشخص اللي بهذه المواصفات، راح تقدر تحصل معاه على كل ما تتمناه. أنت على الطريق الصحيح عزيزي برج الثور، أتمنى لك كل التوفيق وشكرا.